إيه فهم أحلى غاديو 7:17 هكم شفتوا الأجواء بدأت هوني تسخن في الكوليس وفي استوديوات متاعنا اللي كل خلينا نمشي للكوليس اللي صاروا البارح واجتماع حركة النهضة في مجلس شوراها. شنو مخرجاته اللي عاملة جدل؟ يلا نكتشفوها توتشيت. يهمني ما يهمنيش، يهمكم ولا ما يهمكمش يا جماعة. مجلس شورى حركة النهضة يقرر البارح سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. برشا سيناريوات تحكي عليها. عماد الخمير يقول قرارنا لم يأتي كردة فعل على بيان حكومة الفخفاخ. رفيق عبد السلام باركونتر يقول أنه النهضة باش تكون لها ما يكفي من الأصوات بلتو لإمضاء عريضة سحب الثقة وتمريرها إلى الجلسة العامة. وان كونتر بارتي اجتماع لإلياس الفخفاخ على ما يبدو بالوزراء المستقلين باش يتباحث معهم سبل تطبيق مسألة التحوير الوزاري اللي يحكي عليه باش ياخذ رأيهم. لكن زاد حديث على أنه هناك اجتماع مرتقب سيجمع إلياس الفخفاخ بست وزراء من حركة النهضة، ربما ستشملهم قرار الإقالة. ومن بين الأسماء اللي قاعدة دور توا إنه الاجتماع هذا بشهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة، أنور معروف وزير النقل، أحمد قعلول وزير الرياضة، سليم شورى وزير التعليم العالي، ولطفي زيتون وزير الجماعات المحلية، والمنصف السليتي وزير التجهيز. نبدأ معك شكيب، يهمك ولا ما يهمكش؟ لا يهمني برشا. يهمك برشا. ونحب نف اي يهمني على بياض. يهمك على بياض. ما يهمهاش مجدولين، يهمها خولة سليماني. شكيب يهمك. ما قلتش يهمني انا قررت نعتزل البول انت صباحا. انا حطيت شكيب يهمني نعاون فيه. اوكي. انا في بالي باش نعتزل البوليتيك. انت يهمك ولا ما يهمكش؟ استنى انا قلت باش نعتزل البوليتيك اليوم سي بعد البارح باش نعتزل. كارير كبير تاع السياسه باش نعتزل اليوم. وبعد جيت بعد التحوير احنا اللي عملناه قعدت بحذا شكيب قلت خل نقل عليه من الصبيح ويكتب لنا وخلك خذ الورقه هو ما كان فهمتها ايش حسب كلمه دوك ما يهمنيش بالميغافون تحب نعاونك بالميغافون الكابتن الكابتن ما يهموش. يلا شكيب السيناريوهات شنو هي المحتمله اليوم؟ اش معناها كي تقول شورى النهضه انه تقرر سحب الثقه من الياس الفخفاخ باي اليه؟ شوف خل أقول لك حاجة. السياسة ما هيش علم صحيح. السياسة فيها الكراهات وفيها الواقع وفيها المثل وفيها المزاج وفيها الحاجات الصغيرة وفيها النبزيات وكذا وغير. كما التدريب تقريبا كابتن يعرف معنا حتى التدريب ما هوش علم صحيح. والله أصعب من السياسة أقسم بالله. أنا مش نجازف شوية اليوم ومش أقول لك أنه بيان مجلس الشورى البارح هو بيان تهدئة مش بيان تصعيد. أبون كيفاش؟ أي هو بيان تزرزيحة أنا سميته. معنى عرفتك اللي طاح عمل فيها تزرزح. بيان مجلس الشورى اللي صدر في آخر الليل يصح عليه زادة الكلام الليل مدهون بالزبدة. والبيانات هذه اللي جي في آخر وقت لمجلس الشورى مدهونة برشة زبدة. علاش يقول لك هذا؟ يكفي أني يقول لك شو كان منتظر. كان منتظر حاجتين. من جهة النهضة كان منتظر أنه تصعد وتصعد برشا وتسحب وزراءها وتقول تضع نفسها في المعارضة بشكل واضح نقطة وارجع للسطر. كان منتظر من إلياس فخفاخ أنه يطلب من وزراء النهضة يغادروا القصبة وحنك باب القصبة. هذا اللي كان مطلوب البارح. سمير ديرو سمعته أنه قال وارد أن نطلب من وزرائنا أن يغادروا الحكومة. هذا السقف اللي كان التصعيدي اللي كان محطوط البارح. شنو اللي اصدر؟ اصدر بيان واحد أولا في تطيب خاطر رئيس الجمهورية. ما سماهش بالرغم اللي رئيس الجمهورية سفها واتفها وكذب رئيس حركة النهضة وحكي على أضغاث أحلام تم تحييده وما تمش تسميته. فما حديث عن آليات دستورية، فما حديث عن سحب الثقة مش عن فصل 99، مش مسقفة بوقت وكأنه التزام ببذل عناية. أنا خليني أقول لك حاجة مهمة. شنو اللي خلى أنه الأمور اتجهت نحو التهدئة؟ لأنه ما تنجمش تقول مشهد حكومي جديد ومن بعد تعمل تنجيزة تقول أي طاح الكف على ظله. يلزم تعمل حاجة في الوسط اللي هي سحب الثقة وخليها الموضوع مفتوح مش مسقف بوقت. نحكي لك على زوز أشخاص ولا زوز أطراف كانوا مهمين البارح في التهدئة وقبل انعقاد مجلس الشورى. فما شخصية وش تسمعوا بيها يمكن لأول مرة توانس على موجات يا فهم شو اسمعوا بيها؟ شخصية الظل، شخصية اللي تطرز كل التوافقات واللي هي قاعدة تهدي هالعركات هذية اللي هو أمية الصديق. والاسم هذا سجلوه عندكم، هذا ولد
السيد والمفكر يوسف الصديق. الرجل هذا كان بي دي بي قبل، قريب جدا من الفخفاخ وقريب من رشد الغنوشي، عنده مركز الوساطة وفض النزاعات، كان مهتم برشا بشأن الليبي. هذا دخل على الخط، تم تكليفة من السيد الياس فخفاخ والتقى رشد الغنوشي من أجل أنه يلموا الموضوع هذا وتتجه الأمور للتهدئة. الياس فخفاخ ماهوش باش يطلب من وزارة النهضة أن يغادروا الحكومة، النهضة تحكي على سحب ثقة مفتوحة وببذل العناية ولكل حاجة. إذا شنو هاللقاء بالوزراء المستقلين؟ الوزراء المستقلين لأنه حب يستأنس، يبدو من البارح صار اجتماع مع الوزراء المستقلين الغير متحزبين بدال 10 متاع الصباح يظلوا فيه بعد مضي ساعة أنه يستنصح فيهم شو نعملوا بالضبط في سياق التوترات والتصعيد هذا. يبدو أنه الكل على كلمة واحدة أنه نتجه نحو التهدئة. العياشي الأمامي كان يقول لا يمكن أن نحكم دون النهضة، مطلوب التهدئة، إكراهات، تعبئة موارد، الزمة اللي نحن فيها، الكورونا كذا تفرض أنه الناس كل من جهتها تهدئ. نحن نذهب ونتجه نحو التهدئة ومن بعد لكل حادث حدث. ودايوغ هذايا اللي فسر انه الاجماع راهو القرار هذايا ما كانش بالاجماع داخل حركة النهضة بالاغلبية صحيح، لكن ثم برشا اطراف داخل حركة النهضة وقياديين كانوا عكس او ضد صاحب الثقة من الياس الفخفاخ. اش معناها صاحب الثقة ساعة؟ على اساس انه الثقة موجودة مجدولين الشيرني، على اساس انه وثيقة التعاقد الحكومي اللي الناس الكل صحت عليها معمول بها، وهناك تضامن حكومي وهناك ثقة بين الجميع، الحال اليوم يأكد عكس ذلك. هو صاحب الثقة ولا إحت لوم صار يلزم لما تسكر 6 شهر اللي هما في آخر أوت، معناه كن نشوفه تاو إحنا مازلنا في جويليا ومازال على الأقل شهر سكو الطرح مازال بلغتنا، معناه مش نحكي بالفلاجي تاو. سيد رئيس الجمهورية بدل لهم التكتيك تاع الطرح هذايا، وبرشا جماعة الجروحهم في تسلل تو سامبلومون. أنا علاش قلت ما يهمنيش؟ ما يهمنيش لأنه واضح تويكا اللي فما نزاع واختلاف كبير بين يعني حركة النهضة وبين رئاسة الجمهورية وسيد رئيس الحكومة اللي هو ديما متاع كل واحد يحب فولون عنده، ألقوا فما دستور وفما قانون وشخصيات تظل مش جديدة. أنا شو نقول؟ نقول إحنا فما لطخة لازمنا ناكلوها وعنا 10 سنين قاعدين نوخروا فيها. اللطخة اللي هي اللطخة اللي هي يزيونا من السياسة متاع إيجا وإكراهات سياسية. أنا كلمة إكراهات سياسية ولا تعملي حساسية؟ ليش تعملي حساسية؟ لا بالرسمي إكراهات سياسية تعرفش معناها؟ معناها راو لفما التقييم، لفما برنامج، لفما اسكو احنا السكتور مثلا متاع الاقتصاد قدمنا فيه ولا لا، اسكو الوزير هذا غير مخدم خدمته ولا لا، فاش قاعدين نعملوا هذا متاعنا دونك تخدم له لوبيات كامله ونبيضوه، هذا مش متاعنا لازمنا نصفيوه. علاش؟ خاطر هذا تبع الحزب الفلاني وهذا هوكا اللي رايض ونقول لنا ديما كلي جونتي وما يحل حتى دوسي، اللي ما يحل حتى دوسي ترضى عليه العباد الكلها. جو كخوا تويكا تونس مناش محتاجين لعباد اللي متاع دونو دونو وتوري نوري تو سامبلومون. كابتن قلت لي يهمني ولا ما يهمنيش؟ قلت لي ما يهمنيش. اي قول لي علاش. ولا تعبنا ملينا والحمد لله فم المهف تاع السياسه مفسرنا ان شاء الله اسمع. اليوم عشان بالك عندك مكتوب اليوم عطاك رجل الوساطات او رجل الظلم وما يصدق. 3 سكوبات سينما سكوب مش سكوب. تدريب مش قال لك مش قال لك كان شوفوا الماء كيفاش يبدا ماء في رميان الكوره وترجعها له بركه. اسمع انا كمواطن عادي فدينا الأكثر والأقل شو اللي يصير؟ أن السياسة معروفة نفاق ومصالح، نفاق. وإحنا في الكورة عندك الشمروخ، شمروخك اللي يمشي أكل شو معنيتها شمروخ؟ بيتار بيتار آه بيتار. بيتار هو ممنوع ولكن سيتان بيتار مويي لا مثلا اللي تحب أنت تسمي شو ريتها هالتمثيلية بالنسبة لي تمثيلية سيتان بيتار مويي شمروخ مبلول الأكثر والأقل. وعندنا بالأمثلة تحب صغاريت أكثر من الكسكسي وعيتها وشهود على ذبيحة قنفود تمثيلية بالنسبة لي أنا لا أكثر ولا أقل. دونك ما يهمنيش تعودنا معناها سو جون دو سيناريو تو يتعاركوا في الأخر بعد يرجع والأخرى ردة فعل تاع كبرياء وكيفاش تقول لي ونعمل هذه الكل استهلاك استهلاك للفيراج. خولة كيفاش تشوفها أنت الأمور اليوم؟ والله الحكاية ذي يهمني 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 اني نسمع رايك اليوم مش تودع السياسة اي ما ليه بدلت رايي تو قاعدة بعد شكيب انا نرجع ونقول فتات خلي يسمعوا فينا تو يقولوا بون هم يحلوا سياسيا وكل شيء وخولة خولة تمثل المواطن كبيرة من الشباب اللي فدوا اللي ما همش يتبعوا في السياسة وغيالمو اذا كان حبوا بالحق اللي واحد يبدل ويبني
يسمع العبيد اللي فدت من السياسه. يلا نسمع على خاولة. اسمعوني نقول كلمتين هكا اكسيون رياكسيون معناها بارابور اللي قاعد يصير ليامات. باش نفسر شويه بالعربي خاطر ديما يقول لي ما تحكيش برشا بالسوري. فعل ورده فعل. ما نجمش نزيد نفسر اكثر خاطر شكيب يتغش عليا. دونك معناتها سي توت افي ليجيتيم واللي قاعد يصير وسي ان رياكسيون. كيفاش هذيك اللي قالوا سيف ما ودتوش امه اللي تغشش عليك. عايزك عايزك شكيب كلام الحلو على الصباح ان شاء الله تخليوها تحكي ان شاء الله تخليوها تحكي تحت موان دو سيزون. لا با دي تو كيما قلت لك معناتها سين رياكسيون واكسيون رياكسيون معناتها اللي صار واللي قالوا رئيس الجمهوريه وكل ومعاها رئيس الحكومه اوتوماتيكمون النهضه لازمها تجاوب ولازمها تعمل اون رياكسيون اللي هي كانت في سحب الثقه من الياس فخفاخ. وكيما قال زاد الكابتن سي معناتها سين بيس تياترال اللي احنا قاعدين نتفرجوا فيها فدينا منها قلقنا منها اللي يهمنا اليوم حبوا نعرفوا اسكو البلاد غدوه التونسي نجم يعبي القفه نتاعو اسكو البلاد ماشيه تتحسن اسكو شنو هو الكورونا سافا في تونس سافا با قاعده تزيد ما تزيدش هذا لو بلوز امبورطون. العرك والمشاكل اللي قاعدين نراو فيه كل سي دو لا كوميدي بور اي دور اي اون اون امار فما حاجات بلوز امبورطون كو سا من هذا يحب الحزب هذاك والاخر يحب الحزب هذاك وهذا كيما قالت مجدولين يصفي في حسابات وهذا ما يصفيش في حسابات دونك هذا تبعني دونك نجيبه معايا والاخر مش تبعني دونك جلسه استماع في البرلمان خوله لازم يدولك المفروض الشباب في ضايع راهو برسمي راهو الشباب ضايع هي المطالب اللي تحكي عليهم خوله موجودين لسنوات زادت اكثر معناها عمقتهم يوم ربما ازمه الكورونا فيروس قاعدين في نفس البوان ديبار. سؤال اخير بريفمون هل هذا او قرار مجلس الشورى بسحب الثقه من الياس الفخفاخ باش يعجل بسحب الثقه من راشد الغنوشي؟ لا انا 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 قلت لك الامور تتجه للتهدئه من الناس الكل بمعنى انه لو انا مش انا متاكد انه بصير سحب امضاءات من هالعريضه هذه في سحب الثقه لحد الساعه مازلنا ما شفناهاش. التيار بدا يعمل في خطوات للخلف الكل ماشي في اتجاه تهدئه خاصه انه الثقال نهضه عندها ناس ثقيله جدا في الفيله تاع النهضه كيقولوا الفيله قولوا مش ميزانه معناها نقولوا مثلا لطفي زيتون نقولوا رفيق عبد السلام قولوا عامل العريض سمير ديلو هذوما هبطوا بالثقه اللي نتاعهم البارح من اجل التهدئه. الامور ماشيه للتهدئه في انتظار نتائج تحقيقات من بعدها لكل حادث لكل حديث حديث واكيد الساعات القليله القادمه باش تجيب لنا برشا اخبار وبرشا مواقف جديده. 37 دقيقه على اي اف ام احلى راديو 7.9 مازلنا مواصلين معاكم في ساعتنا الاولى لكن قبل ذلك الكلمه لسلمى اهلالي في اي اف ام اكسبريس.